أهلا بكم، والبداية من أخبار سود الرافدين، إذ عاود منتخبنا الوطني تدريباته في البصرة استعدادا لمواجهة عمان في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم. منتخبنا الوطني ختم معسكر الدوحة بمباراة ودية أمام فريق الوعب القطري، والتي انتهت بالفوز بهدفين دون رد. ويسعى سود الرافدين لبدء التصفيات بقوة وتحقيق العلامة الكاملة، سيما وأنه سيلعب على أرضه وبين جماهيره. هذا وقد وصل قبل قليل المنتخب العماني إلى مطار البصرة الدولي استعدادا لخوض المباراة. في ذات السياق، كشفت وزارة الداخلية عن تحذيرات جديدة تمارس لأول مرة لدخول الجماهير لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره العماني في البصرة. وقال بيان للوزارة أن ملعب جذع النخلة في البصرة يشهد تحذيرات جديدة، حيث اجتمع مستشار وزير الداخلية اللواء الركن محمود أبو التمن ميدانيا مع نخبة من الجهد التطوعي الشبابي الذي سيكون حاضرا في المباراة وبأعداد كافية لغرض توجيه الجماهير وترتيب جلوسهم والمحافظة على انسيابية التشجيع وتقديم خدمات خاصة لهم، مشيرا إلى أن المتطوعين من جانبهم أبدوا مدى إعجابهم بالتعاون الخدمي لوزارة الداخلية مع الجهد التطوعي والاهتمام الكبير لهذا الجانب. هذا وقرر العراق إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة الدخول إلى البصرة. وقالت سلطنة عمان إن في بغداد عبر منشورا لها على مواقع التواصل أنه تم إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة دخول العراق للقادمين برا وجوا لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم. الأوساط والرياضية العمانية بدورها قدمت شكرها للعراق على التسهيلات الممنوحة لها لحضور المباراة، معربة عن أملها في أن تخرج المباراة بين العراق وعمان بصورة تعكس تطور الكرة في البلدين. والله أول شيء أسأل الله مساعدكم جميعا بكل خير، ثاني شيء أتمنى التوفيق للمنتخبين وكذلك بخصيص للمنتخب العماني. طبعا أول حاجة أقول توقعاتي العراق راح تفوز على العمان، هذا توقعات. انزين، لان العراق وشي يحظى بالجمهور المتواجد في البصره. زين، وكذلك نفس الشيء على ارض العراق راح يعطي الحافز للمنتخب العراقي انه يغلب على المنتخب العماني، لكن ان شاء الله متامنين خير باذن الله تعالى بالمنتخب العماني بالكادر الفني والاداري واللعيبه، وان شاء الله نقول ان شاء الله الفوز لصالحنا مثل ما انا، لكن توقعاتي المنتخب العراقي فايز، لكن اتمنى الفوز للمنتخب. أول شيء أتمنى التوفيق للفريقين، منتخب العماني منتخب العراق، أكيد منتخبين أخوين عربيين شقيقين، فأنا أعتقد أن المباراة راح تكون متكافية من قبل الطرفين، لأن سبق تقابلوا في مواجهات في كأس الخليج لما كانت في العراق وكانت مباراة جميلة، وأعتقد انتهت بثلاثة أهداف مقابل اثنين مهدفين، فكانت مباراة ما شاء الله نوعا ما قوية جدا يعني. فأتمنى هذه المباراة أكيد راح تكون مباراة قوية جدا، وأتمنى التوفيق للفريقين المنتخب العراقي والمنتخب العماني. والله المنتخب العراقي منتخب ممتاز، منتخب جيد الفترة الأخيرة، وتمنياتنا التوفيق للمنتخب العماني بإذن الله. نتمنى الفوز للمنتخب العماني، لكن توقعاتي 1-0 لصالح المنتخب العراقي. والله نتمنى مباراة جيدة، نتمنى يعني نطلع بصورة جيدة من عمان الفريق، نتمنى أن احنا الفرق العربية تتأهل كأس العالم لكن لا يسمو. تتطلع الأواسط الرياضية التي تعقد آمالا كبيرة على مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الحاسمة لمونديال كأس العالم المقبل. منتخبنا يمر في ظروف مثالية، ظروف يمكن ما حصلت لأي منتخب قبل هذا المنتخب من دعم حكومي ودعم الاتحاد والأولمبية ودعم الجماهير ودعم الإعلام، أول مرة تحصل للفريق والمدرب، لذلك يجب أن نستغل هذا الدعم
ونحصل على نتائج تليق بمنتخب العراق، ومنتخب العراق يمكن المنتخب الوحيد اللي الان مستقر فنيا واداريا عكس باقي المنتخبات كلها بدلت فرقها، فهي نقطه لصالح المنتخب العراقي. كل الظروف متهيئه، يجب انه ندخل بعزيمه واصرار وتحدي من اجل انه وفرصه هي حقيقه ما تتكرر، انه المنتخبات اللي راح نباريها منتخبات ما نقول ضعيفه لكن يعني بمستوانا اقل من عندنا، يحتاج ان التوفيق ان شاء الله ونكون احنا احد الفرق الموجوده في كاس العالم. اولا شوف انت وكل العراقيين اكيد يعني نفرح من نشوف مثلا لاعبين يلعبون خارج البلد يمثلون العراق خير تمثيل، بالاضافه الى يمكن بطوله كاس العالم هي حلم كل فرد عراقي، نتمنى ان شاء الله بهاي النخبه من اللاعبين جيدين ان شاء الله، ونقدر ان شاء الله. احنا كنا داعمين للمنتخب الوطني وداعمين للكادر جميعا، يعني حتى نعوف احنا نعوف مثل وجهات النظر، هسه يبقى بس الدعم، يعني لازم احنا كلاعبين كمدربين كمحللين كاعلام يبقى الدعم مستمر. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التاهل لكاس العالم، وحلم كل فرد عراقي نتمنى ان شاء الله. انا اشوفها المباريات ان شاء الله ان شاء الله، احنا يمكن كعبنا عالي على المجموعه ان شاء الله، والصعود ان شاء الله لكاس العالم. بس انا كنت اتمنى يعني ان يكون محمد قاسم ولا حسن قوقيه حتى حسين علي مع الشرطه يقدم مستوى عالي، فكنت اتمنى اللاعبين يكونون متواجدين مع المنتخب الوطني، بس تبقى مدرب وجهات نظر، ونتمنى ان شاء الله الكل هم لخدمه البلد. ان شاء الله شو وقت ما يحتاجون اي لاعب من اللاعبين اللي استبعدوا ان شاء الله راح يعودون للمنتخب، واحنا مثل ما قلت لك احنا داعمين للمنتخب وان شاء الله الحلم يتحقق. في صلاح الدين او رياض، نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نقف عند آخر تحضيرات المنتخب الوطني المتواجد حاليا في مدينة البصرة مع مراسل العراقية الرياضية محمد حسن. مرحبا بك محمد. بالتأكيد دارنا نتحدث اليوم عن آخر استعدادات منتخبنا الوطني، فاليوم منتخبنا أتم الاستعدادات لملاقاة الأحمر العماني على أرض ملعب البصرة الدولية، جميع الاستعدادات جاهزة، جميع طبعا منتخبنا اليوم بأريحية كاملة، على الرغم من أنه الوحدة التدريبية الأولى التي كانت بالأمس بدون أي تصريحات، لكن بدأ منتخبنا الوطني بأريحية تامة من خلال لاعبينا. الوحدة استشفائية طبعا كانت هي الأولى، اليوم أيضا هنالك وحدة تدريبية. طبعا انضم اليوم إلى منتخبنا الوطني اللاعبين علي الحمادي وعلي، هنالك طبعا خبر آخر هو وصول المنتخب العماني إلى مدينة البصرة، وهذا طبعا سوف يقوم بأول وحدة تدريبية مساء هذا اليوم. لا نعلم إذا كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام أم لم تكن مفتوحة وسائل الإعلام، هذا على صعيد استعدادات الرياضية لمنتخبنا الوطني. أما على صعيد الاستعدادات اللوجستية، على صعيد الاستعدادات الأمنية الإعلامية، كل شيء جاهز، المدينة مستعدة منذ فترة طويلة لهذا الحدث طبعا، وأمنياتنا بالتوفيق لأسود الرافدين في هذه التصفيات المؤهلة لكأس العالم. نعم. ما يخص محافظة البصرة الآن، كيف أو ضعنا في اللمسات الأخيرة التي تقوم بها محافظة البصرة في تجهيز ملعب البصرة من حيث دخول الجماهير وخروج الجماهير؟ بالتأكيد ملعب البصرة اليوم يشهد زيارات متكررة من قبل الجهات المعنية، آخرها كان زيارة وفد من الاتحاد العراقي، وكان هنالك أيضا زيارة من قبل السفير العام لجمهورية عمان لهذا الملعب، والذي صرح طبعا أستطيع القول طبعا أنتهز هذه الفرصة بأنه هو صرح سوف تقدم سلطنة عمان تسهيلات للاعب الجمهور العراقي الذي سوف يتجه إلى عمان إن شاء الله قريبا، مثل ما قدم العراق هذه التسهيلات. من المؤكد هنالك طبعا جمهور عماني كبير سوف يأتي لزيارة مدينة البصرة، كون أولا هم صاحبين تجربة سابقة خلال خليج 25،
كانت هناك تجربة لا بأس بها من قبل الجمهور العماني، وأيضا هناك تسهيلات من قبل الحكومة العراقية وهي إعفاء الجمهور العماني من الرسوم الفيزا، وهناك أيضا تسهيلات أخرى من قبل عمان وهي طائرات خاصة لنقل هذه الجماهير. إذن سوف تكون هنالك تحدي كبير أمام الجهات المعنية داخل ملعب البصرة لتوفير كل متطلبات الجماهير، سواء جماهيرنا المحلية العراقية أو جماهيرنا من الضيوف. على صعيد آخر وهو الجهود أيضا الطوعية كانت موجودة من جميع محافظات العراقية، موجودين منذ أيام يعملون بشكل مستمر في ملعب البصرة. نعم، كنت معنا محمد حسن مراسل للعراقية الرياضية، شكرا على كل ما تفضلت به. رياضي وجماهير السليمانية أعربوا عن ثقتهم بالمنتخب الوطني في تحقيق الفوز الأول في مباراة الأولى أمام منتخب عمان. من كل التوفيق للمنتخب العراقي الذي سوف يلعب ضد نظيره المنتخب العماني في ملعب جذع النخلة. طبعا أكيد إحنا كاتحاد عراقي للجولف وكمنتخب عراقي وكعراقيين نتمنى أنه ومساندين للمنتخب العراقي برحلة التصفيات لكأس العالم، متمنين النتائج الطيبة ونتمنى حضور الجماهيري بشكل يليق بالكرة العراقية وكل العراقيين. أتمنى فوز العراق في هذه المباراة، مباراتنا مع عمان لتصفيات كأس العالم، وحقيقة الشعب العراقي كل أنه يرغب في فوز المنتخب العراقي، وهي فرصة سانحة للمنتخب العراقي خاصة في هذه التصفيات لما قدمه قدمت الحكومة العراقية والاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم للفريق العراقي. أتمنى التوفيق للمنتخب العراقي لكرة القدم، بالتوفيق ضد المنتخب العماني وخاصة المباراة بملعب جذع النخلة، ونستغل الأرض ووجود الجمهور ونتمنى لهم تحقيق النقاط الثلاث لأن هذه التصفيات مؤهلة لكأس العالم، وإن شاء الله الفوز وتحقيق ثلاث نقاط مهمة وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. احنا كرياضيين داعمين بقلوبنا وبكل ما نملك مع المنتخب الوطني العراقي ان شاء الله، تمنياتنا بالفوز، تمنياتنا لهم بالتوفيق ان شاء الله. دعم طبعا ما يخفى دعم دولة رئيس الوزراء ودعم وزارة الشباب واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم للاعبين ان شاء الله، يا رب نتمنى التوفيق للمنتخب. في صلاح الدين أيضا أعربت الأوساط الرياضية عن ثقتها بكتيبة الإسباني كاساس في تحقيق بداية قوية في تصفيات كأس العالم. الله التوفيق إن شاء الله للمنتخب العراقي وكادر المنتخب العراقي، وإن شاء الله الفوز للشعب العراقي إن شاء الله نجيبه. أول شيء لعبتنا يوم الخميس بملعبنا بالبصرة، أول شيء جمهورنا، عندنا كادر تدريبي جاهز، عندنا لواعب محترفين جاهزين، عندنا لواعب محليين جاهزين، فأكيد اللعبة عندنا. نتفائل إن شاء الله باللعبة القادمة بين المنتخب العراقي والمنتخب العماني، وإن شاء الله مباراة جميلة، وإن شاء الله الفوز على المنتخب بنفس الوقت مباريات إن شاء الله تكون جيدة، ولواعبنا إن شاء الله ما يقصرون وأبطال. المنتخب الوطني أمام عمان تصفية كأس العالم إن شاء الله الفوز، وإن شاء الله أول ثلاث نقاط، وإن شاء الله بالمشوار إن شاء الله صعود كأس العالم من 86 مع مصعد كأس العالم، وإن شاء الله كادر تدريب كأس العالم والتشكيلة المثالية 2024. بداية التصفيات بمباراة صعبة نتأمل بها الخير إن شاء الله. دائما الجمهور حافز الفريق العراقي، إن شاء الله بداية موفقة إن شاء الله. إن شاء الله فائزين 3-0، منتظرين اللعبة يعني، وراح أروح منها غير متحمسين على اللعبة، وإن شاء الله فايزين. منتظرين لعبة العراق على نار، وخاصة بأجواء البصرة، وخاصة يعني من تصير اللعبة بالعراق يعني الجمهور راح يكون جمهور حلو ونظامي، ونرحب بالشقيق العماني، مباراة راح تكون ممتعة، ونرحب باللي يجينا وأهلا وسهلا، وراح نكون مستعدين إحنا وخاصة إحنا أهل الناصرية بشبابنا إن شاء الله مساندين منتخبنا الوطني، وراح نتجه إن شاء الله بكافة شبابنا للبصرة، وراح نكون ساندين إن شاء الله وداعمين للمنتخب، وإن شاء الله فالهم الفوز وبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله الفريق العراقي يقدم مباراة جيدة بالعناصر الموجودة به، وهي بأرضنا، وهاي المباراة الأولى، إذا جبنا نتيجة 3 نقاط سيطرنا على المباراة الأخرى بإذن الله، تشجيع الجمهور والتزام الجمهور وأداء الفريق بصورة صحيحة، إن شاء الله 3 نقاط محسومة للفريق العراقي.
يواصل منتخبنا الوطني للشباب تدريباته في الصين ضمن معسكره التدريبي الخارجي تحضيرا لتصفيات آسيا. وقال المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم إن وفد منتخب الشباب لكرة القدم يخوض تدريباته في بكين والذي يسبق مشاركته في تصفيات كأس آسيا، مشيرا إلى أن وفد المنتخب الشباب يضم الملاك التدريبي واللاعبين الذين تم اختيارهم للمعسكر ثم التصفيات التي ستجري في تايلاند. في أخبار تحضيرات الأندية لدور نجوم العراق، سمت الهيئة الإدارية لنادي كربلاء حسن أحمد مدربا لفريقه الكروي للموسم المقبل يساعده ياسر عبد الرزاق. وقال النادي في بيان إن حسن أحمد يعتبر من طليعة المدربين المحليين والذين يحملون تاريخا مميزا من خلال عمله مع المنتخب الوطني العراقي للشباب وكذلك عمله مع الأندية المحلية في الدوري العراقي. بدأ فريق الرمادي أولى وحداته التدريبية استعدادا لدوري الكرة الممتاز بعد أن تعاقد مع عددا من اللاعبين المحليين والمحترفين. محمد الأتروشي معه التفاصيل. بهدف التأهيل إلى دوري المحترفين العراقي، نادي الرمادي يبدأ أولى وحداته التدريبية بعد وضع خطة عالية التكنيك وتغيير أغلب اللاعبين والكادر التدريبي. الحقيقة اليوم أول وحدة تدريبية لنادي الرمادي لاستعداداته لهذا العام 2024-2025 لدوري ممتاز، نتأمل إن شاء الله تعالى بوجود هذه النخبة الطيبة من اللاعبين فضلا عن الكادر التدريبي المحترف اللي ممكن أنه يوصل نادي الرمادي إلى بر الأمان. بداية حضور اللاعبين جميعا باستثناء بعض المحترفين اللي ما حصلت الفيزا لحد الآن، بالأيام القادمة يكون متواجدين مع نادي الرمادي. أتمنى يكون هذا الموسم موسم استثنائي لنادي الرمادي للعودة ولدور المحترفين. سنوات طوال ولم يحالف نادي الرمادي الحظ بالتأهل إلى دوري المحترفين، القائمون على الفريق يعتزمون التأهل لهذا الموسم خصوصا بعد التعاقد مع 5 من المحترفين الأجانب بالعرب ضمن صفوف النادي. احنا بدينا الموسم التحضيري من اليوم، استقطاباتنا جيدة، شروعنا الأول والأخير هو طموحنا التأهل للدوري المحترفين وعودة نادي الرمادي إلى فرق الدوري المحترفين بعد غياب طويل أكثر من 15 سنة. استقطاباتنا جيدة، ننتظر فقط وصول باكر أو عقب باكر يوصلون يلتحقون بينا المحترفين، وإن شاء الله نواعد جماهير نادي الرمادي أنه هالسنة موسم تحقيق الحلم وهو التأهل لدوري المحترفين إن شاء الله. هذا الفريق صار يعني تقريبا 3 مواسم يصل إلى الأدوار النهائية لكن لم يحالفه الحظ، وإن شاء الله تكون يعني هذا الموسم يكون مغاير، وإن شاء الله عندنا هدف اللي هو من خلال الكادر التدريبي ومن خلال وجود الكابتن صفوان عبد الغني والجهاز الفني عازمين على حصد بطاقة التأهل والصعود إلى دوري المحترفين. 15 عاما وجماهير نادي الرمادي تنتظر ناديهم الأم للتأهل إلى دوري المحترفين، فهل يستطيع الكادر التدريبي الظفر بالصعود لهذا الموسم أم ستبقى جماهير الرمادي تنتظر تحقيق الحلم؟ لقناة العراقية الرياضية محمد الأتروشي الأنبار. ضمن منافسات كأس سوكا الخليج لسداسيات كرة القدم، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره العماني بـ3 أهداف مقابل 2 في الجولة الثانية من المسابقة. المنتخب العماني حسم الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد. والله الحمد لله والشكر على كل حال، يعني صح اليوم خسرنا المباراة، يعني اكو تعويض المباراة مصر، يعني اذا نفوز ان شاء الله يعني فرق الاهداف هو، بس احنا نقول يعني ما قطعنا الامل، يعني الامل موجود واحنا يعني منتخبنا منتخب جيد ومنتخب شاب ويلعب كرة، بس عدم التوفيق سبحان الله ما توفقنا، يعني الاهداف ما قاعد نوصل المناطق النهائي الفينش ما قاعد يشكلونا بشكل هذا، ونهاية الامور يقول عدم التوفيق، ونتمنى ان شاء الله نتأهل، ومبروك للفريق العماني، وان شاء الله يعني عندنا مباراة مع مصر وان شاء الله كل حد حديد. الحمد لله وشكر قدر الله ما شاء فعل، لعبوا على اخطائنا وكنا افضل احنا بالمباراة ضيعنا، لكن قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله نعوض مباراة مصر ان شاء الله وتحقيق 3 نقاط وان شاء الله نتأهل. ضمننا تأهل لكن لا زال المشوار قدامنا طويل، نحن جينا هنا مستضيفين البطولة، فهدفنا الوحيد هو البطولة اللقب،
فخطوه اولى للمرحله الثانيه ونطمح اليوم منتخب العراق. ما اقول له هارتلك، اقول له مبروك. هذا المنتخب مميز جدا، اليوم كان افضل في المباراه بشكل عام. اللهم احنا سجلنا الاهداف، اقول بشكل عام سرقنا المباراه، لكن منتخب العراق منتخب محترم بمعنى الكلمه. بجهود شباب، بجهود اداره، ما قصروا، لعبوا مباراه طيبه افضل الماضيه. طبعا الافتتاحيه تكون صعبه، بس الثانيه مع التناغم بيكون كل شيء افضل، وان شاء الله باذن الله الكاس. مشاهدينا الكرام، وللحديث اكثر عن اجواء هذه البطوله ومشاركه منتخبنا الوطني، ينضم معنا من سلطنه عمان مراسل قناه العراقيه الرياضيه مصطفى عصام. اهلا بك مصطفى في نشاط الظهيره. مساء الخير رساله. اهلا وسهلا مصطفى، حدثنا عن وضع المنتخب حاليا، وكيف تعامل ايضا المنتخب مع مباراته السابقه مع سلطنه عمان، تفضل. نعم اكيد، مره اخرى تحيه لك رساله. يعني طبعا الوطني والمواجهه الثانيه كاس سوكا وكاس الخليج، بالطبع يعني نتيجه مباراه وخساره لا تعكس صراحه المباراه. المنتخب الوطني كان اكيد هو الافضل بشكل فاتت، يعني الكادر التدريبي للمنتخب العماني واللاعبين العماني على الرغم من الخساره الجميع يعني كان يرشح المنتخب الوطني كل منافس على مثل المستوى مثل اللاعبين المميزين اللي يتركوا المنتخب. يعني المباراة الثانية على التوالي فرص كثيرة كانت للمنتخب، لكن المنتخب معتصم في الأخير هو التوفيق يعني لا أكثر على مستوى الأداء. الأداء كان مميز جدا حال مباراة قطر الأولى اللي انتهت بالتعادل، لكن يعني الكادر التدريبي كان يأمل أن تخرج المباراة لصالحه من خلال تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الرابعة، وبالتأكيد النقطة الرابعة يعني كان في حال خطرها كان يحتاج إلى نقطة واحدة في المباراة الأخيرة. مع ذلك الجهاز الفني تكلم مع اللاعبين وحثهم على ضرورة مواصلة نفس النسق التصاعدي ومواصلة نفس المستوى أكيد من خلال يعني تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة. مصطفى راح نبقى وياك احنا ان شاء الله في اجواء هذه البطوله في الساعات القادمه والتفاصيل. شكرا للزميل مراسل قناه العراقيه الرياضيه من سلطنه عمان مصطفى عصام، شكرا لكل ما تفضلت به. تمكن العداءان محمد الشلهوب والقايد أحمد من تحقيق المركز الرابع في سباق بارالمبيات باريس ضمن المنافسة التي شارك فيها 15 لاعبا، ونجح بذلك أبطالنا بالتأهل إلى السباق النهائي، حيث قدما أداء استثنائيا مكنهما من كسر الرقم القياسي الأسيوي السابق والمسجل باسم العداء الصيني. خرج اللاعبان سارة حيال وعباس نصار من دوري الثمانية وبالميكس التيم بفعالية القوس والسهم البارالمبي، وذلك بعد خسارتهما من قبل المنتخب الاندونيسي وبفارق نقطة واحدة بواقع 150 نقطة مقابل 149 نقطة. تألق الحكم الدولي لكرة الهدف للمكفوفين أزاي محمد في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في باريس، إذ برز كواحد من أفضل الحكام في هذه الرياضة خلال المحفل الدولي بعد قيادته لأكثر من 10 مباريات حتى الآن بمهارة واحترافية عالية. وتم اختيار أزاي من قبل الاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين ليكون المسؤول عن المباريات الحساسة والمهمة في هذه الدورة، مما يعكس ثقة الاتحاد بقدرته العالية. في محافظة نينوى انطلقت بطولة الكرة الشاطئية التشطئية للأندية والمؤسسات من أجل تطوير قدراتهم ومهارتهم في اللعب. عماد الأمين معه التفاصيل.
نظم الاتحاد العراقي لكرة الطائرة فرع نينوى بطولة الكرة الشاطئية التنشيطية لمحافظة نينوى بمشاركة الأندية والمؤسسات تطويراً لمهارات اللاعبين الذين يطمحون إلى تحقيق نتائج في البطولات المركزية. يقيم اتحاد الكرة الطائرة فرع نينوى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية التنشيطية في المحافظة، وقد اشترك في هذه البطولة 12 نادي ومؤسسة رياضية على مستوى المحافظة، وتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، لكل مجموعة يصعد الأول والثاني وبطريقة الكروسات. حقيقة الغاية الأساسية من إقامة هكذا مباراة للكرة الطائرة الشاطئية على ملعب نادي نينوى الرياضي، أولا هو إكساء ملعب الكرة الطائرة بحلته الجديدة، وما نشاهده اليوم تشكر الهيئة الإدارية لنادي نينوى على إكساء هذا الملعب بالمادة الرملية اللي هي خاصة باللعبة، وكذلك إقامة مباراة تنشيطية للأندية الرياضية في محافظة نينوى وللاشتراك في البطولات القادمة. أصبحت هذه الفعالية الشعبية الثانية بعد كرة القدم في محافظة نينوى، وبدأ بها الاهتمام من كل الشباب والفرق الشعبية. لو تشوف داخل محافظة نينوى أكو كثير من الفرق الشعبية حاليا داخل محافظة نينوى لديها اهتمام من قبل الشباب. أهداف البطولة تكمن في دعم القطاع الرياضي في محافظة نينوى عبر إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة. نادي نينوى يعني سباق بكل شيء يعني، ومن ضمنه كرة الطائرة، يعني هم النادي يعني مشكورين محتضنين بكرة الطائرة الصالات وكذلك كرة الطائرة الشاطئية. يعني الحمد لله والشكر اتحادنا يقيم بالسنة تقريبا بطولة أو بطولتين، وبدينا إن شاء الله اليوم أول مباريات إن شاء الله افتتاح البطولة بين نادي نينوى ونادي سهل نينوى إن شاء الله. هاي البطولة مهمة جدا اللي قامها الاتحاد الفرعي في نينوى، هي استعداد للبطولة المركزية اللي تحصل يوم 9 بالشهر، وهذا احنا نستعد لهاي البطولة، واحنا لاعبي منتخب وطني طبعا انا وزميلي ياسر جينا سوينا البطولة، حنود نشترك للبطولة المقامة في بغداد إن شاء الله ونحقق بها مراكز الأولى إن شاء الله. البطولة ناجحة بكل تقايمه، يعني من كل الصفات، من لاعبين، من حكام، مدربين. فالمباراة يعني أول مباراة اليوم ستقام، وإن شاء الله يوم 3 النهائيات، ونتمنى من التوفيق للجميع إن شاء الله. إقامة بطولة الكرة الشاطئية التنشيطية تأتي تزامن مع إعادة تمكين الأندية في محافظة نينوى من خلال تنوع الأنشطة الرياضية ورفع قدرات هذه الأندية استعدادا للمشاركات الخارجية. للرياضية العراقية، عماد الأمين، الموصل. كرمت الهيئة الإدارية لنادي رديف آليات الشرطة لكرة القدم فريقها الكروي بعد الإنجازات التي حققها هذا الموسم. هذا التقرير مع أحمد عودة. بعد موسم استثنائي لازمته العزيمة والإصرار وشهد عهدا للعطاء ليتنفس الصعداء، فريق آليات الشرطة لكرة القدم يكلل جهوده بلقب الدوري الرديف، وبذلك يعود من بعيد ليحصد ما هو مجيد، راسما خطواته بدقة ليتمكن من المنافسة بقوة في الموسم القادم. اليوم مسرورين جدا وفرحين بهذا الإنجاز الكبير اللي حققه أولادنا في نادي آليات الشرطة، هذا النادي العريق اللي اسمه يفتخر به كل من ينتسب إليه من رئيس النادي نزولا. معروف به نادي آليات الشرطة، ومعروف شنه إنجازاته والعمالقة اللي كانوا موجودين به ومستمرين حاليا أيضا معانا. احنا قبل أيام قليلة أيضا التقينا بهم وأشركناهم بالعمل في اللجان اللي موجودة، وإن شاء الله هذا النادي يحقق دائما انتصارات متتالية. ألف مبروك للهيئة الإدارية نادي آليات الشرطة، ألف مبروك للاعبين والكادر التدريبي، ألف مبروك لكل منتسب موجود في نادي آليات الشرطة. لقب مهين، لقب يجمع أندية الدرجة الثانية والأولى لإحراز اللقب، وهذا الشيء أكيد ما جاء عن فراغ، جاء عن جهود الكل، وجهود اللاعب والإداري والمدرب، فألف مبروك للجميع إن شاء الله. إن لكل مجتهد نصيب ولكل مثابر إنجاز، ومن هنا ثمنت هذه الجهود بدعم معنوي ومادي ليكون حافزا للكادر التدريبي واللاعبين ليوقدوا شعلة العطاء التي تليق بفيض هذا النادي.
مبروك للكادر التدريبي ولاخوان اللاعبين، ومبروك للهيئه الاداريه على دعمهم المتواصل بهذا اللقب الدوري، وان شاء الله القادم افضل. نشكر الكادر التدريبي وحققنا المطلوب، نشكر الهيئه الاداريه، نشكر مدير النادي السيد مالك قياره، وشكرا للاعبين الابطال، حققنا المطلوب من عندنا، هذا تعب سنه وثمرتها. شكرا للكابتن علي عباس اللي ما قصر ويانا، هذا تعب اللاعبين، وان شاء الله اللاعبين مرفد للفريق الاول. عندما يكون الولاء للوطن بالدماء يتدفق فيض العطاء، وتثمينا لتلك الجهود هناك تكريم لرجال لا ينقض العهود. آليات الشرطة ترصع بالذهب وتستعد للقفز إلى دور الدرجة الأولى. للعراقية الرياضية أحمد عودة، بغداد. بمشاركة واسعة قامت مديرية شباب ورياضة باب المهرجان رياضيا لذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن عددا من الألعاب الرياضية المختلفة. هذا التقرير مع إيمان محمد. نظمت مديرية شباب ورياضة باب المهرجان رياضيا لذوي الهمم. تخلل المهرجان مباراة بكرة السلة من وضع الجلوس، وكرة القدم للصم والبوكم والمبارزة والجودو وألعاب أخرى. حقيقة هذا المهرجان اليوم له طعم خاص، طعم مميز بمشاركة جرح الحشد الشعبي، واليوم حقيقة هي تكريم لأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حقيقة مثلوا محافظة بابل والعراق في المحافل العربية والآسيوية وكذلك العالمية. استهدفنا في هذا المهرجان بطولات للمبارزة وبطولة الجودو، بالإضافة إلى استعراض لمهارات التايكوندو وكرة السلة من وضع الجلوس. كما أعرب المشاركون في المهرجان من ذوي الهمم عن شكرهم وسعادتهم بالفعاليات، تأملوا من القائمين عليه الإكثار من هذه البطولات. هذه الشريحة هي من التي تحمل راية الله أكبر والعلم العراقي في المحافل العالمية والدولية، هي الأغلبية، فيجب الاهتمام بهذه الشريحة وذكرها وبقامة بطولات ومهرجانات ومكافآت. مشاركتي ببطولة مهرجان شباب رياضة ذوي احتياجات الخاصة في بابل. أنا لاعب كرة السلة لذوي احتياجات الخاصة، فاحنا بنشارك بطولات وبطولات عالميه وعندنا ابطال على مستوى عالمي، وخاصه عندنا هسه بطوله اولمبياد باريس. الالعاب الفرديه وخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه صاحبوا انجازات في المحافل الدوليه، ويرى المختصون ضروره الاهتمام بهم من قبل المسؤولين. من بابل، ايمان محمد، العراقيه الرياضيه.